وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري أونتيكوف، وسينضم إلينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي. أهلا وسهلا بك سيد أندري أونتيكوف. نتساءل، هل حققت قمة اسطنبول الأهداف التي عقدت من أجلها برأيك؟ أنا أعتقد ليست بالكامل. طبعا هذه القمة أعطت لنا الفرصة جيدة لتنسيق مواقفنا ما بين روسيا وتركيا وفرنسا والألمانيا، ولكن واضح من كلام حتى الرئيس فلاديمير بوتين بأن نحن بحاجة إلى دعم الموقف الروسي بخصوص إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، ونحن نعلم بأن حاليا فرنسا والألمانيا متمسكتان بالموقف الأمريكي، وهو المعروف بأن أولا إخراج القوات الإيرانية، بعد ذلك عملية السياسية، وبعد ذلك فقط إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار. كذلك أود أن أشير إلى نقطة مهمة في تصريح فلاديمير بوتين. نعم، كلنا نتفق بضرورة حل الأزمة السورية بشكل سياسي، ونحن نهتم بتطبيق الاتفاقيات في سوتشي بخصوص إنشاء منطقة منظومة السلاح، ولكن في نفس الوقت أشار بوتين بأن لدى روسيا حق أن تضرب الإرهابيين في إدلب. فهذه النقطة المهمة برأيي الشخصي، بسبب أن روسيا تفتح أو يعني تبقى مع الباب المفتوح أمام سيناريو ليس العسكري، ولكن هي يعني يأخذ في أيديه الحق لتضرب الإرهابيين في هذه المنطقة. طيب، هذه النقطة المهمة، بسبب أن نحن نشاهد نوع من التباطؤ في تطبيق الاتفاقيات في سوتشي حول إنشاء منطقة منظومة السلاح. الآن روسيا راضية مما يحصل في إدلب، راضية من تحركات التركية في هذه المنطقة، ولكن من يعلم ماذا سيكون في المستقبل. ربما أنا لا أستبعد بأن روسيا يطرح تساؤلات أمام تركيا بأن نحن بحاجة إلى 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 تنشيط كل تحركات في إدلب من أجل تحرير تلك المناطق. طيب، من سنعود للحديث أكثر عن إدلب سيد أندري، ولكن أرحب أيضا بالدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. هل نجحت قمة اسطنبول في التقريب بين وجهات نظر الزعماء الأربعة أم عمقت الخلافات برأيك؟ أهلا بك سامي، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي نجحت في نقطة واحدة ويمكن الإشارة إليها بالبنان، وهي اتفاق سوتشي فيما يتعلق بإدلب. لا شك بأن هذا الاتفاق الذي كان كما تعلم سامي هو ما بين روسيا وتركيا، الآن تساند هذا الاتفاق كل من فرنسا وألمانيا، وبالتالي في هذه النقطة بالذات حيث وجدت الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا بأنه يمكن أن يستجيب لرغبتها بعدم إشعال الوضع عسكريا، مما سوف يؤدي إلى موجة جديدة من النازحين واللاجئين. ولكن فيما يتعلق بعناصر الحل الآخر وعناصر الوضع في سوريا الأخرى، لا أعتقد أن هنالك تقدما يذكر على صعيد الحل السياسي. بقيت لجنة صياغة الدستور تقف أمام عقبتين أساسيتين، أن النظام أولا يرفض صياغة دستور جديد، هو يريد إعادة صياغة الدستور الموجود حاليا في سوريا، والجانب الروسي لم يتعهد بالضغط على النظام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا كانت هنالك عقبة، وهي أن النظام يرفض أعضاء اللجنة الذين اقترحتهم المعارضة، ولم يأخذ المجتمعون تعهدا روسيا بالضغط على النظام من أجل الموافقة على أعضاء اللجنة الدستورية التابعين للمعارضة السورية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحقيقة لا يوجد إلى الآن تصور واضح للحل السياسي في سوريا. كان هنالك تصورات مختلفة ما بين الأوروبيين والروس وما بين الغرب بشكل عام بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الروسي بآفاق الحل السياسي، وأن تكون منصة جنيف هي المنصة الأساسية. الآن هذه المنصة تواجه صعوبة كبيرة لأنه لا يوجد اتفاق دولي حول هذه المنصة وحول آليات التفاوض وتطبيق القرار 2254. أضف إلى ذلك أن المجتمعون أصلا لم يأتوا على مستقبل بشار الأسد ومستقبل العملية السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. تعني نشير سامي إلى أن المجتمعون الحقيقة جاءوا وفقا للرؤية الروسية التي تريد أن تقسم النفوذ في سوريا، وبالتالي كل من جاء ليحافظ على مصالحه. ولكن هل أدى ذلك إلى تقدم في طريق الحل السياسي؟ باعتقادي أننا لم نتقدم
تقدم قيد أنملة في هذا المجال. تبقى أن هنالك مناطق الحديث حول إدلب، الحديث حول شرق الفرات، والحديث حول منطقة منبج. وهنالك نقطة أساسية وأخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي غياب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في سوريا سياسيا، حاضرة عسكريا عبر قواعد عسكرية، هي تدعم فصائل موجودة على الأرض في منطقة الجزيرة السورية. غيابها يعني غياب الإطار الدولي لأي حل سياسي مقترح في سوريا. نعم سيد أندري، يعني البيان الختامي لو نتحدث عن لجنة صياغة الدستور، يعني البيان الختامي دعا إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، برأيك هل سيحترم هذا السقف الزمني؟ نحن كلنا نرجو ذلك، وربما هذا لأول مرة نسمع إلى تحديد موعد تشكيل هذه اللجنة الدستورية، فلذلك نحن لدينا فقط شهرين يعني وبعض الأيام كذلك لتشكيل هذه اللجنة. وأنا أعتقد أن نحن فقط بحاجة إلى مزيد من التنسيق ما بين الأطراف المعنية بهذا الخصوص. أنا طبعا لدى دمشق رؤيتها بخصوص الدستور أو اللجنة الدستورية، لدى المعارضة رؤيتها كذلك، هناك اللاعبين الخارجيين، فيعني نحن فقط بحاجة إلى مزيد من التنسيق لكي نستكمل هذا يعني تشكيل اللجنة الدستورية. ولكن كما قال الدكتور رامي الخليفة العالي، يعني اسمح لي هنا سيد أندري، هل ستضغط موسكو على النظام السوري من أجل كتابة الدستور الجديد لسوريا وليس إعادة صياغة الدستور القديم؟ أنا أعتقد في كل تصريحات الروسية، روسيا كانت واضحة بأن لا مجال لتعديل الدستور الحالي ونحن بحاجة إلى صياغة الدستور الجديد، فلذلك لا مجال لبحث بهذا الخصوص. الموقف السوري معروف، هي يعني الحكومة السورية تصر على بعض التعديلات، ولكن نحن بحاجة إلى صياغة الدستور الجديد، وربما حتى تقديم لهذا الدستور المبادئ الجديدة، مثلا الدور الكردي وحتى ولما هنالك. إذن نحن بحاجة إلى الدستور الجديد. نعم دكتور رامي، يعني قادة الدول الأربعة يصرون على ضرورة الحفاظ على هدوء الجبهة في إدلب وعدم تصاعد ربما العمل العسكري هناك، هل نتوقع هدوءا على هذه الجبهة خصوصا مع رفض جبهة النصرة أي انخراط في أي اتفاق دولي؟ الحقيقة يعاني هذا الاتفاق من عدة نقاط خلل إذا ما شئت سامية. النقطة الأولى وهي ما ذكرته، أن هنالك بعض الجماعات الراديكالية وعلى رأسها جبهة النصرة التي ترفض هذا الاتفاق وترفض أن تكون جزءا منه، مع أنها الحقيقة في بعض الأحيان تلتزم بنوع من الهدوء على هذه الجبهة. ولكن هنالك جانب آخر وموجود في الجهة المقابلة، وهو الميليشيات الإيرانية من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى، وبالتالي اتفاق سوتشي ما بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بإدلب لا يحظى بالكثير رضا من قبل الجانب الإيراني ومن قبل الجانب السوري، لأنه يعني ببساطة توقف تقدم النظام عسكريا. كما تعلم أنه خلال الشهور الماضية استطاع النظام السيطرة على الغوطة، على منطقة جنوب سوريا وعلى مناطق كثيرة، وبالتالي الآن يتم إيقاف التقدم العسكري في محافظة إدلب، وهذا يعني أن النظام خارج المعادلة بالصياغة النهائية لشكل سوريا على الأقل حتى الحل السياسي أو حتى المرحلة الانتقالية. إيران أيضا ترى أن عدم سيطرة النظام عسكريا سواء على منطقة إدلب سوف يعرقل إمكانية تقدم النظام باتجاه الجزيرة السورية، وسوف يضعف موقفه في إطار أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي أو مع الجانب الكردي قوى السوري الديمقراطية في الجزيرة السورية، وبالتالي هذان الطرفان لا يرضيان كثيرا عن هذه الاتفاقية. ولكن هنالك دعم دولي، هنالك دعم أمريكي، هنالك دعم أوروبي الآن يتحقق عبر المشاركة الفرنسية الألمانية، لأن هذه الأطراف تدرك أن انفلات الوضع عسكريا في هذه المنطقة سوف تكون له آثار سلبية على الدول الأوروبية، منها عودة موجة اللاجئين والنازحين، ومنها أيضا الحقيقة وهذه نقطة مهمة للغاية، أن روسيا حاولت أن تكون هي اللاعب الأهم والأبرز الذي يصيغ شكل الحل النهائي في سوريا. ولكن كما تعلم سامي أن الدول أو اللجنة المصغرة، المجموعة المصغرة التي تضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إضافة إلى العربية السعودية والأردن، قد اتفقت على ورقة اللاورقة الذي أفشل الحقيقة منصة سوتشي التي أرادت روسيا أن تصوغ الوضع في سوريا
الدولية وفقا لرؤيتها. الآن روسيا تدرك ذلك تماما وتدرك بأن الحل النهائي في سوريا لابد أن يكون اتفاقا دوليا، وبالتالي تعول على أن يكون هذه القمة الرباعية نواة لهذا الاتفاق الدولي، بحيث يتم التفاوض على تقاسم المصالح وتقاسم النفوذ. وما لا شك فيه بأن روسيا حاولت أن توجد اتفاقا مع الجانب التركي، وهي تحاول مع الجانب الأوروبي في انتظار القمة التي سوف تعقد ما بين بوتين والرئيس الأمريكي في باريس خلال فترة قريبة. نعم. سيد أندري، يعني الرئيس الروسي أشاد بالدور التركي في التهدئة في إدلب، ولكن ما قدرة أنقرة على ضبط الجماعات المتشددة الرافضة للاتفاق التركي الروسي في إدلب؟ هل تعول كثيرا موسكو على الدور التركي هناك؟ صحيح، موسكو تنتظر لمزيد من التحركات التركية في هذه المنطقة، ولكن أنا ذكرت في بداية هذا الحديث أن روسيا تحافظ على حقها لتضرب المجموعات الإرهابية في حال فشلت شيء أو شيء آخر. فلذلك هناك النقطة المهمة هنا بخصوص إدلب. على كل حال، اتفاقيات سوتشي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح هي فقط الخطوة الأولى بين الخطوات القادمة. فهذه الاتفاقية في سوتشي هي ضمن الاتفاقيات في أستانا، والاتفاقيات في أستانا تشير وتدل بكل وضوح إلى ضرورة إعادة كل مناطق خفض التوتر تحت سيطرة السلطات السورية. إذن نحن الآن في مرحلة يعني إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ولكن في نهاية المطاف يجب أن ترجع كل إدلب تحت سيطرة السلطات السورية. لا مجال للتصورات الخاطئة بأن يعني نحن سنشكل هذه المنطقة منزوعة السلاح وسنترك الأمور إلى مستقبل البعيد. هذا غير صحيح بشكل كامل. نحن بحاجة إلى مواصلة التحركات. أما الدور الروسي فلا توجد لدى روسيا أحلام بأنها بوحدها قادرة على يعني تشكيل الظروف الملائمة لحل الأزمة السورية. روسيا دائما اعترفت بأن لا يمكن إيجاد الحل للأزمة السورية دون احترام مصالح حتى اللاعبين في الإقليم وخارج إقليم كل دول المعنية، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، إيران، تركيا، السعودية، قطر وإلى ما هنالك. إذن هذا مبدأ روسيا التي تتمسك موسكو بها، فعلى هذا الأساس يجب أن نجد الحل للأزمة السورية. دكتور رامي الخليفة العلي، قلت قبل قليل بأنه ربما دمشق وأيضا إيران يعني بعيدتان على ما يجري داخل إدلب، هما بعيدتان على الاتفاق التركي الروسي، لكن روسيا قالت قبل مدة بأن هذا الاتفاق اتفاق مؤقت، وأنه في النهاية ستعود هذه الأراضي إلى الجانب السوري. ألا ترى بأن هناك اتفاق ويعني هناك في الأخير هذا الأمر يصب لصالح النظام السوري وليس بعيد عنه النظام السوري ولا حتى إيران؟ اسمح لي الحقيقة فقط سامي بالتعليق على ما ذكره زميلنا من موسكو فيما يتعلق بالتركية على وجه التحديد، وباعتقادي أن تركيا هنا كانت تريد تفويضا من قبل الدول الأوروبية وبالتالي شق الموقف الغربي في أي عملية عسكرية سواء في منبج أو في شرق الفرات، وباعتقادي أنها لم تستطع الحصول على ذلك. بقيت أوروبا تعارض أي تحرك عسكري تركي فيما يتعلق بشرق الفرات أي في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، كما تعلم أن هذا الأمر هنا لك بعض القواعد العسكرية الفرنسية وأيضا قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إلى الآن يبدو الموقف الغربي صلبا في مواجهة تركيا في هذه المنطقة بالذات، حتى في منطقة منبج تم الاتفاق على إجراء دوريات مشتركة ولكن لم تطلق يد تركيا في منطقة منبج على وجه التحديد. فيما يتعلق بسؤالك حول المنطقة أو حول أن ذلك يصف في نهاية المطاف في صالح النظام السوري وأن هذا الاتفاق هو اتفاق مؤقت، باعتقادي أن ما معنى المؤقت
مؤقت، هل هو لنهاية هذا العام كما يقول إعلام النظام السوري، أو أن المؤقت حتى يتم إيجاد حل الأزمة السياسية أو حل سياسي للوضع في سوريا. وجهة النظر الغربية الأوروبية ووجهة النظر التركية باعتقادي أنها ترى أن هذا الحل سوف يبقى حتى إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا، أما قبل ذلك فإن ذلك سوف يؤدي إلى صدام عسكري ليس فقط مع قوات المعارضة وفصائل المعارضة التي تجمعت كلها نتيجة المصالحات التي تمت وفقا لاتفاقات أستانا، تجمعت كلها في المنطقة الشمالية الغربية محافظة إدلب وريف حلب، ولكن أيضا مع قوات تركية أصبحت موجودة على الأرض، قوات تركية مشاركت في السيطرة على عفرين، وهنالك نقاط تم الاتفاق عليها من خلال اتفاق سوتشي ما بين روسيا وتركيا. وباعتقادي أنه لا يمكن المخاطرة بأي عمل عسكري دون توافق تركي روسي، لا يستطيع النظام أن يتحمل أعباءه السياسية وأعباءه العسكرية، لذلك فعلا مؤقت ولكن حتى إيجاد حل وتسوية للأزمة السورية وليس قبل ذلك، وإلا فإن هنالك فوضى من الناحية العسكرية وحتى من الناحية الإنسانية تخشى منها الأطراف الغربية الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن هنالك إمكانية لفعل ذلك. في مسألة اللاجئين دكتور رامي، يعني الرئيس بوتين طلب بوجود ضمانات لعودة اللاجئين، بينما الجانب الأوروبي ماكرون اليوم تحدث وقال بأنه لا عودة لهؤلاء اللاجئين قبل تحقيق ربما انتقال سياسي أو حل سياسي ينهي الأزمة. هل ورقة اللاجئين ورقة تضغط بها أوروبا من أجل الضغط على النظام؟ ما قدرة هذه الورقة على النجاح في النهاية؟ دعنا نشير سامي بأن الجانب الروسي كان يريد ورقة أخرى ربما هي الأكثر أهمية من وجهة النظر وهي جائزة بالنسبة للجانب الروسي، وهي ورقة إعادة الإعمار. وبالتالي عندما فشل الحقيقة في ترويج فكرة إعادة الإعمار في سوريا طالما أن النظام سيطر على مناطق كثيرة، انتقل إلى نقطة أخرى أو إلى ملف آخر وهو عودة اللاجئين على أساس أن إعادة الإعمار سوف تسمح بعودة اللاجئين. ولكن سواء الجانب الأوروبي أو حتى الجانب العربي ونتحدث عن دول الخليج أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية يرون أن عودة اللاجئين وإعادة الإعمار هذا مرتبط بالحل السياسي في سوريا، وإلى الآن توجد هو ما بين الجانب الغربي من جهة وروسيا في تصوراتهما للحل النهائي في سوريا. هنالك تصور روسي أراد تطبيقه في سوتشي، مؤتمر سوتشي وليس اتفاق سوتشي ما بين روسيا وتركيا، وإنما مؤتمر سوتشي للمعارضة السورية، ولكن ذلك لم يمر ولم يقبل به الجانب الغربي. لذلك إن لم تكن هنالك رؤية موحدة على الصعيد الدولي لآفاق الحل السياسي في سوريا، لا أعتقد أن هنالك إمكانية للتوافق على إعادة الإعمار وللتوافق على عودة اللاجئين. وهذا ما أعاد التأكيد عليه الرئيس ماكرون وحتى المستشارة الألمانية في تصريحات قبل هذه القمة. لذلك لا أعتقد في إطار هذه القضية لا أعتقد أن هنالك إنجاز حقيقي يمكن الحديث عنه. الحقيقة القمة كلها لا يمكن أن نتحدث عن إنجاز يمكن الإشارة إليه بالبنان سوى ربما التأكيد على اتفاق سوتشي فيما يتعلق بإدلب. سيد أندري أردوغان يقول بأن مستقبل الأسد يحدده الشعب السوري، هل هذا تغير في الموقف التركي برأيك؟ نرجو ذلك. من وقت إلى آخر نسمع مثل هذه التصريحات يعني ونستنتج منها بأن هناك تغيرات. على كل حال نحن بحاجة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 دون التفسيرات الخاطئة، فلذلك أنا أعتقد يعني نحن بحاجة الآن إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبعد ذلك صياغة الدستور الجديد، تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد ذلك إجراء الانتخابات. على كل حال ليس تركيا، ليست روسيا، ليست الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تحدد مصير لسوريا ويجب أن تختار رئيسا لسوريا، فليس الشعب السوري، هذا شيء منطقي أنا أعتقد، وهذا ما تصر عليه روسيا منذ البداية. شكرا جزيلا لك سيد أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من موسكو. أشكر أيضا الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي، كنت معنا من باريس.